أصبح المدافع أندرياس باك المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب الألماني بقيادة المدير الفني وكيم لاف. وكانت قائمة الفريق تقلصت إلى 24 لاعبا مع خروج 3 لاعبين بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة، وهم قائد الفريق مايكل بلاك والمدافعان كريستيان تراش وفير ساتن. على جانب آخر، أدى الفريق تدريبه على استاد فرانكفورت قبل مباراته الودية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم الخميس القادم، قبل السفر يوم السبت إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المونديال.